في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كانت هذه الطريق الوعرة في جبل الشيخ تعج بمهربي المازوت والحديد وكل ما تستطيع البغال تحميله من شبعة وعين عطا وباقي قرى المنطقة من وإلى بيت جن السورية، إلى أن توقفت بانفتاح الاقتصاد السوري مع مجيء الرئيس بشار الأسد. تغيرت الأحوال وتبدلت بعد اندلاع الحرب السورية، أصبحت مسافة 16 كيلومتراً الصعب أصلاً على الكبار طريقاً يسلكه الصغار الهاربون من الموت برفقة ذويهم باتجاه شبعة في رحلة 6 ساعات المليئة بالمعاناة. بيت جن ليش فليتوا؟ فلينا النظر والقاسف، كل ولاد بلدنا يعني من المعارضة ولا النظام، كل ولاد بلدنا يعني يعني طالما عم يتقاتلوا بعضهم خربت البلد، يعني مو عدوك اللي عم يضربك، منك وفيك. مزرعة بيت جن. ليش فليتوا؟ فلينا من تحت القصف. كثافة النزوح من بيت جن بدأت قبل 7 أشهر تقريباً عندما حاول مقاتلو جبهة النصرة الذين يسيطرون على البلدة التقدم باتجاه مواقع الجيش السوري في الجبل والقريبة من بلدات عرنة وحرفة وحضر، البلدات الدرزية التي صدت أكثر من هجوم للمعارضة للسيطرة عليها. عندها بدأ الجيش حصاره لها واتخذ القرار بتحريرها بالتوازي مع معركة القلمون. حاطين خيام وندبر حالنا من كثر خير الجماعه الاسلاميه عم يساعدونا وجمعيات. الساعدين شي 10 10 عيال؟ لا 10 انا وبيت سلفي يعني اشخاص، وبعد في 20 جايين لعنا. هون بس يكون عندنا بس ال 10 نعملهم مع بعض. كل المعادلات الرياضيه لا تستطيع حل الماساه الانسانيه التي يعانيها اطفال سوريا بضياع سنوات الدراسه عليهم. لم يعرفوا قيمة المدرسة إلا عندما فقدوها، تقول أحدى الطالبات السوريات التي انضمت إلى زملاء وزميلات لها لتحصيل ما فاتها في مدرسة شبع الرسمية. عم بتعلم. شو عم تعطيكم هلا المس؟ الأسبوع يعني الأسبوع. مبسوطة هيك؟ تعلمت؟ هون أحلى ولا سورية المدرسة؟ لبنان وسورية. الحمد لله مش حيصلنا أسبوع، حفظوا أجيب الأسبوع هلا، ولا أجوا كدين لي هن كله، نعطيتهم عليهم علامة، يعني حابين يتعلموا حرام مني كتير. قد ما فينا نبسط لهم إياهم، إيه بس لحد أسا مش كثير في صعوبة، يعني إجمالاً كلهم عندهم بيسة. راح علي سنتين أنا. راح عليك سنتين، هلا أي صف؟ تامن. أي صف كان لازم تكون؟ 10. أول ثانوي. أنت راح عليك شيء؟ راح لي سنة. سنة؟ ما في شيء صعب، بس هاد زعيم تفهمنا والحمد لله. وأنت؟ أنا راح علي كمان سنة، هلأ بعيد التامن لازم يكون 9. يؤكد القيمون على السلطة المحلية في البلدة أن عدد النازحين فاق قدرة البلدة والدولة مستقيلة من واجباتها. عندنا ما يزيد 4500 شخص، أي يقارب 750 عائلة، 800 عائلة. طب اليوم هيدا عم يجوا من أي معابر؟ من وين؟ عندنا معبر الجبل الجرب، ما في غيره. وضع إنساني 100%، إن كان جريح ولا نازح مجبورين نستقبلهم. نحن هون نستقبل أي جرح بيجينا بغض النظر تابع لمين. على خلفية مرور جرحى من مقاتلي المعارضة من شبعة باتجاه مستشفيات البقاع، توترت علاقة البلدة بمحيطها من القرى في رشية وحصبية، لكن فعاليات البلدة تؤكد أن الموضوع انتهى ولا يوجد مقاتلون في شبعة لا من جبهة النصرة ولا من غيرها، والموضوع لا يتعدى حدوده الإنسانية. أعادت الأزمة السورية الاعتبار للمعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، معابر كانت لأيام خلت المتنفس الوحيد لتهريب سبل العيش والحياة ما بين ساكني جبل الشيخ من الجهتين، أو ما يعرف اصطلاحا بالتهريب. هنا حيث أقف أحد هذه الممرات الذي تحول ممرا إلزاميا للحياة بفعل نيران الداخل السوري. من جبل الشيخ، رامز القاضي، قناة الجديد.